من قال لشخص يا عدو الله ورسوله، والسبب أنه تارك للصلاة، فهل هذا داخل في الوعيد؟ إذا كان تاركا للصلاة فهو عدو لله ورسوله، لأنه تارك الصلاة كافر، والكافر عدو لله. الله جل وعلا يقول فإن الله عدو للكافرين. نعم. يقول فضيلة الشيخ، لكن يجب أن تتثبت هل هو تارك للصلاة نهائيا أو أنه تارك لصلاة الجماعة فقط وهو يصلي، يجب أنك تتثبت في أمره. أو أن الناس قالوا لك أنه ما يصلي وأنت ما عندك، ما شفته ولا تدري، أخذ كلام الناس؟ لا، ما تأخذ كلام الناس، الناس عندهم تغرض عندهم، فأنت تثبت في هذا الأمر. نعم.